الجزائر. ما شاء الله عليك. كندا وأمريكا. برافو. شو هن دول البلطيق؟ الدول هي أستونيا، ليتوانيا، ليتوفيا. ما شاء الله. الروح. عمي ربحت معنا قطعة ذهب. شكرا. نحن كتير تشرفنا فيك. شكراً. شرف كتير كبير انه حدا مثل حضرتك. شكراً. تشرفنا ببرنامج سؤال الشارع. أكملت دراستي في جامعة حلب للهندسة المعمارية وتخرجت خلال 5 سنوات. كنا نريد أن ننهض بسوريا يوم ذاك في عام 1968. خمسون سنة متزوجين، من بداية حياتنا إلى الآن احنا الحمد لله كل عمل نقوم به متشاركين، يعني حتى بالثقافة. أحد الدوافع هو أن أندمج مع المجتمع التركي، والاندماج لا يمكن أن يتم إلا بتعلم اللغة، وهذا معروف يعني. وذكر من تعلم لغة قوم كسب ودهم، كل الكتب تقول. وهذه أحرف صوتية رقيقة، وهذه أحرف صوتية قاسية، وهذه. وضعت 10 وصايا، الوصايا 10 هذه وجدتها تلزم في كل زمن. ليش أظل الشاب دايخ؟ وين هاي؟ شو هذه المجلدات 3؟ الكشكول الجامع أو الكشكول الصياد، لأنني كنت أصطاد كل معلومة في اللغة التركية وأضعها في مكانها اللازم. عندما أرجع إليك يا بلدي سأقبل جبالك وترابك وسهولك، وأذهب إلى الجسر المعلق لأرى المياه صارت تنساب فوقه بعد أن صار جثة. ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. أبشروا.